السلام عليكم شباب، وياكم مرتضى الجريحه، واحد من الاجهزه الاقتصاديه الكمان تكنو كمان ال 17 فقط 17، لا بي ولا بي برو. هذا جهاز واحد من الاجهزه المتوسطه اللي يجينا بشاشه مقاس 6.6 اتش دي بلس من نوع اي بي اس ال سي دي، لكن هذا الجهاز بمعدل تحديث 90 هرتز، فهذا راح تلاحظه بلمس الجهاز، يعني الشاشه راح تنطيك لمس جدا سريع، ما راح تشوف عندك تعليقات وتهنيقات بالجهاز، مع ما هو الجهاز يعتبر من الاجهزه المتوسطه الى اجهزه اقتصاديه. هذا الجهاز راح يجيك بمعدل بكسلات 266 بكسل بالانش الواحد، طبقه حمايه ما ذكر الشركه اي طبقه حمايه على الجهاز، فالجهاز غير طبقه حمايه غوريلا جلاس. هذا الجهاز يجيك بنظام الاندرويد ستاندرد 11 مع واجهه الهاي او اس 7.6، الواجهه جدا ممتازه، تقدر تغير كل شيء بالواجهه، تقدر تغير الايقونات، خليت لك المساعد الموجود بطرف الشاشه، مجرد تسحب راح يطلع لك كل الاشياء اللي تحتاجها. تقريبا هذا الجهاز مشابه لنسخه البي، الا اللهم بعض الاختلافات الموجوده به، لكن اكو بنسخه البرو لان الشركه نزلت 3 نسخ من هذا الجهاز. هذا الجهاز يجينا معالج من ميديا تك هو الجي 85 اللي مبني على معماريه 12 نانو، هذا الجهاز بمعالج الرسوم المالي الجي 52 ام سي 2، الرام الموجود بهذا الجهاز راح يكون كذلك 6 جيجا مع 128، وهذا الشيء جدا ممتاز، يعني هذا الجهاز مع الاستخدام المتوسط راح يكون عندك اداء سريع، ما راح يشوف من عندك اي تعليقات، ما يشوف عندك حراره قويه بالاستخدام المتوسط، الا اللهم من تلعب العاب، اكيد لعبه ببجي او الالعاب القويه راح تشوف عندك بعض التعليقات، بعض التهنيقات اذا ضغطت عليه ضغط قوي، يعني اذا تلعب بفد 4 جيمات مستمره اكيد راح تشوف بحراره، راح تشوف بتعليقات بالنسبه للجهاز. بالنسبه للكاميرات هذا الجهاز يجينا بعدسه اساسيه هي 48 ميجا بكسل مع العدسه الثانيه 2 ميجا بكسل وعدسه 3 ار دي، يعني 3 دي بالنسبه للعدسه، راح تعطيك صور وفيديو ممتاز بالاضاءه العاليه، خاصه ان هذا الجهاز يمتلك ال اي دي فلاش ال اي دي جدا كبير، فراح يسلط لك الضوء جدا قوي على اي شيء تريد تصوره، فيعطيك صور وفيديو جدا ممتازه بحتى الاضاءه الضعيفه. هذا الجهاز مع الكاميرا الاماميه الموجوده ب 16 ميجا بكسل، والكاميرا راح تكون بالحافه يعني الجهه اليسرى بالنسبه للشاشه، والكاميرا شويه حجمها كبير، لو كان تكنو صغيره راح يكون ما ياثر لك على شكل الشاشه بالكامل، مع ما اكو حواف لكن جدا صغيره ما راح تاثر لك على الاستمتاع بالفيديو او ممارسه الالعاب على هذا الجهاز، الا اللهم اكو حافه صغيره هي يسمونها اللحيه اسفل الجهاز، والله اللحيه يعني شيء مو حلو حقيقه بالنسبه لهذا الجهاز، لكن بالنتيجه هذا الجهاز يعتبر واحد من الاجهزه الاقتصاديه اللي يكون سعره مناسب مع المواصفات اللي تطرحها الشركه. هذا الجهاز مع كل المميزات الموجوده به يمتلك بطارية 5000 ملي امبير تدعم الشحن السريع هو 18 واط، لكن الغريب بالنسبة لهذا الجهاز انه هذا الجهاز يمتلك اليو اس بي المايكرو، ما يمتلك يو اس بي تايب سي، وانا اشوف واحدة من الاشياء المو حلوه الجهاز بسنه 2021 ما تخلي لك اليو اس بي تايب سي، مع ما انه مهتمه بالمصنعيه والمظهر، وكمان مبين يعني موجود على ظهر الجهاز من حوت نحت، يعني اي لون تسلط على الجهاز راح يعطيك باللون اللي يعجبك، مرات لون احمر ما تغير لون عندما تسلطه حسب الاضواء حسب حركه ايدك بالنسبه لظهر الجهاز، الموجوده البصمه الفيزيائيه بظهر الجهاز بعد الكاميرات او جنب الكاميرات. هذا جهاز واحد من الاجهزه الاقتصاديه لكن ينقص بعض الاشياء، مع السعر الرخيص اللي تطرحه الشركه راح يكون واحد من افضل الاجهزه اللي تحتاجها بحياتك اليوميه اذا كنت هاوين الاجهزه الاقتصاديه والاجهزه المتوسطه ذات السعر الرخيص. نهايه الفيديو، هذا واحد من الاجهزه الاقتصاديه المناسبه السعر مع المواصفات من اجهزه تكنو وبوكاله رسميه. نهايه الفيديو، لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه، وياكم مرتضى الجريحاوي.